وتعالوا نتلقى أول سؤال عندنا النهاردة من السيد أم يوسف من المنيا. سيد أم يوسف تفضلي. عليكم السلام. عليكم. يا شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الله يبارك في حضرتك. أنا متزوجة وتركة أولادي عند زوجهم وأنا عند بيت أهلي، تركة أولادي عند أبوهم يعني، فأنا مش هقدر أوفر لهم اللي هم عايزينه، وخاصة أنا في بلد وهو في بلد يعني، عشان عندهم مدارسهم وكده، فما ينفعش أجيبهم معايا عند أهلي، وما ينفعش في نفس الوقت إن أنا أخليهم محتاجين لحد وأبوهم عايش يعني، فأنا تركتهم عند والدهم عشان يقدر يصرف عليهم، عشان أنا مش هقدر أصرف عليهم كده. يبقى أنا كده ضيعت الرعاية بتاعتي شيخ ولا لأ؟ معلش يا أم يوسف، ممكن بعد إذن حضرتك تعيدي السؤال بس تعيديه بهدوء لو سمحت، لأن الصوت فيه تداخل وتشويش كده. اتفضلي. حاضر. بقول لحضرتك في إطار حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب أنا ماشي. أنا بيت أهلي غضبانة في بيت أهلي، وما خدتش ولادي معايا، سايبة له ثلاثة هناك عشان المدارس بتاعتهم وكده، سايبة له ولادي الثلاثة، وجايبة طفلة معايا صغيرة هنا ما عندهاش مدرسة ولا حاجة. فانا كده يبقى ضيعت الرعايه بتاعتي، بما اني مش هقدر اوفر لهم اكل ولا شرب ولا اقدر اوفر لهم حاجه كريمه زي اللي ابوهم هيعيشهم بيها، وفي نفس الوقت مش عايزه اشحت مصاريف من ابوهم، انا مش عايزه اشحت لهم المصاريف يعني، ده حق عليه، فعشان كده انا سبتهم عند ابوهم وكده، هم عشان انا في بلد وهو في بلد، مش هينفع احول لهم في المدارس والحياه غير مستقره حاليا. طب ام يوسف انا عايز اسالك سؤال، لو انا كنت سمعت، انا كده هحاول الخص لك السؤال، يعني يبقى انت المساله ببساطه خالص، انت لما انفصلت اضطريت تسيبي الاولاد لاهل مش منفصل انا لباباهم عشان هو هيقدر يصرف عليهم، وانت مش عايزه تشحتي المصاريف بتاعتهم من ابوهم، صح كده؟ ايوه مش عايزه اشحت كده، مش عايزه اعوزهم لحد. انا اسف يعني، اسف يعني، الاولاد عندهم كام سنه؟ معايا بنتي في اولى ثانوي وسته ابتدائي ورابعه ابتدائي. الاولاد الصغيرين، انا اسف جدا 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 جدا، الاولاد كلهم اللي هم سن تحت سن 15 وتحت سن 18، طبعا غلطانه 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 ان انت سبتي الاولاد. اسمعيني لو سمحتي يا ام يوسف ام يوسف اسمعيني لو سمحتي، بعد اذن حضرتك اسمعيني، انت حضرتك مش متصله بيا عشان اديلك ختم على اللي انت عملتيه، انت بتتصلي بيا عشان اقول لك الحقيقه. مفيش حد في فتره ان الاولاد بيتكونوا الشرع الشريف جعل المسألة الحضانة بتكون للأمهات، لأن الأولاد في فترة التكوين محتاجين لأمهاتهم، محتاجين يحسوا أن الحياة فيها سعادة، أن الحياة فيها حنية، عشان يقدروا يبقى عندهم حب للحياة. الناس مش عارفين هو الشرع الشريف خلى الحضانة مع الأمهات ليه في فترة الطفولة، عشان الأولاد عايزين حنية، الأولاد عايزين حب للحياة، والمفروض الأمهات هم اللي بيعملوا كده. اللي انت عملتيه ده هيشعر أولادك بحاجة اسمها الرفض والتخلي، مش هقصه عليكي، لكن أنا بقولك اللي هيحصل في نفسهم، ما هو مش مطلوب مني إن أنا ألغي كل ما أنا فهمناه من مقاصد الشرع وكل ما فهمناه من المعاني التي أتت بها الأبحاث العلمية ونعمل الكلام دوت. خدي اولادك وطالبي زوجك بالنفقه عليهم، طالبي زوجك حتى لو هترفعي قضيه، ده احسن مليون مره من ان الاولاد يبقوا بعيد عن امهم. انت متصوره ان انت كده عملت الاحسن ليهم، لان انت مش عايزه تذلي نفسك لابوهم. انا مش عايزه اتقل عليكي، عشان انا عارف ان عدد من المشاهدات دلوقتي ممكن يزعلوا مني. هو ده في انانيه؟ في شيء من التخلي عن الأولاد؟ يا سادة الأولاد ما ينفعوش يبقوا أداة للصراع، الله يبارك فيكم. أولاد دول بشر، بني آدمين كاملين الحقوق وليهم الكرامة زينا بالظبط. أستحلفكم بالله، اللي مش قادر يخلف ما يخلفش، اللي مش عارف إن ده بني آدم، وبني آدم بيتأثر وبيتجرح من أقل حاجة، هو ما عندوش حاجة يعرف فيها الدنيا غيرنا، هو ما بيقدرش يعرف الدنيا غير من أبوه وأمه. إزاي هتطالبيه إن هو يتمسك بالقيم وهو حاسس إن والدته حسسته إن هو ملوش قيمة وسابته لأبوه، اللي هو في الغالب لو اتجوز حد تاني أو إن هو هيعيش معاه مش هيعرف يخدمه. أنا في الحقيقة مش بقصو عليكي، لكن عايز أفوقك. أولادك خليهم حريصين إن هم يتربوا بين إيديكي،
لو محتاجة نفقة اضغطي على أبوهم لغاية ما يديك النفقة، وده حقك، حق العيال دي إنه ينفق عليهم. وبكلم زوج حضرتك، إزاي هو قبل ده؟ إيه ده هتقولي إزاي هو قبل؟ ما هو كل رجل عايز ياخد عياله ويخليهم في حضنه. أقسم برب العزة ليس هناك شيء أشر من إن الراجل ياخد الأولاد من أمهم. بالله عليكم بلاش الحكاية دي، هي مش خناقة. إحنا دلوقتي اخرجوا من خناقتكم مع بعض دلوقتي وتعالوا نتكلم عن الأولاد اللي فيه أصول لتربيتهم. ده إذا كنا آسف يعني إذا كنا بنربي، إحنا كل الحكاية إن إحنا بنحاجي عليهم عشان ما يقعوش في مصيبة. لكن التربية إيه بقى؟ إن أنا أربي واحد فأروح أتعلم عشان أقدر أربيه، إحنا يكاد يكون ما بنعملش كده. فبالله عليكم ما تزودوش المسألة. فأنت بتسأليني أنا عملت كده صح ولا غلط؟ لا عملتي غلط. طب والصح إيه؟ خد رجعي أولادك إليكي، وفي نفس الوقت إيه اللي حاصل؟ حاولي أنت نفسك تبتدي تتزني، لأن واضح إن في خلل عندك. طب والدهم يقعد مع رجالة العيلتين ويحدد لهم فلوس ويتربوا ما بين إيديكي.